وبشدة وصلت لحد يعني حاجات كتيرة جدا حصلت في هذه المباراة. ولكن عشان نعرف تفاصيل أخرى نروح المغرب مع الناقد الرياضي المغربي الأستاذ محمد السلاغي. أستاذ محمد ازاي حضرتك؟ تحية ليك يا صديقي، مرحبا. أهلا وسهلا، يعني سعداء طبعا بوجود حضرتك معنا. والنهارده المغرب في ودية أخرى بيهزم 3-2، كلمنا عن ردود الأفعال، والمغرب أحد المرشحين للفوز بهذه البطولة مصر 2019. فعلا صديقي، كما يعلم الجميع أن المنتخب المغربي أجرى المباراة الثانية اليوم أمام منتخب زامبيا، وبالتالي المباراة الأولى كما تابع الجميع كانت هزيمة اللي كانت مفاجئة بالنسبة لأنصار المنتخب المغربي وكذلك لكل متتبعي الرأي العام. اليوم كذلك انتظرت الجماهير المغربية أن تنظر إلى مباراة اليوم، على أن المنتخب الوطني كما يقال أنه لم يكن محظوظ في المباراة الأولى، لكن اليوم تأكد كذلك هزيمة للمرة الثانية على التوالي المنتخب الوطني المغربي. لكن أداء المباراة حتى نكون أكثر واقعيين لا يعني ليس هو مقارنة بالنتيجة. الأداء كان كما يعلم الجميع استحواذ 65% أمام 35 لفريق زامبيا، وبالتالي كان هزيمة على مستوى النتيجة ولكن لم تكن هزيمة على الأداء. دائما المنتخب المغربي في جميع المسابقات تقريبا في 20 سنة الأخيرة أن يفوز في المباريات الودية وكان يخرج من الدور الأول على مستوى المباريات الرسمية. اليوم تغير، هل يستطيع المنتخب المغربي انهزم في مباراتين وديتين أن يرجع كما نقولوا للطريق الصحيح في المباريات الرسمية؟ الشارع المغربي انقسم الآن، هناك من يقول بأنها مباريات ودية لا غير، وبالتالي نتمنى أن يظهر الوجه الصحيح للمنتخب المغربي في المباريات الرسمية في مصر، وهناك من يقول بأن المنتخب المغربي هذا هو وجهه الحقيقي وهذه هي مبارياته الرسمية، وبالتالي إذا خرج من الدور الأول لن يكون مفاجأة بالنسبة للأنصار المنتخب المغربي. وبالتالي الشارع المغربي اليوم انقسم إلى قسمين، هناك من يؤيد طريقة لعب المنتخب المغربي وبالتالي يذهب إلى مصر بنتيجة بهذه الطريقة، حتى الخصوم أنهم كما نقولوا ما يضربوش حساب للمنتخب المغربي حتى لا يصبح مرشح على الورق من أجل نيل لقب هذا. ولكن أستاذ محمد الكل الحقيقة بيجمع، يعني ما فيش ناقد رياضي مصري مغربي تونسي جزائري من أفريقيا ما بنيجي نسأله عن الفرق أو المنتخبات المرشحة للفوز بهذه البطولة من المنتخبات اللي دائما بيذكر اسمها المنتخب المغربي. فعلا في البداية كان الجميع يرشح المنتخب الوطني المغربي، خاصة كما تابعنا وجه المنتخب الوطني المغربي في مباريات كأس العالم الأخيرة. مظبوط، خلت جميع النقاد الرياضيين المصريين والمغاربة والجزائريين على أن المنتخب المغربي سيذهب في تنافسية تصاعدية في مباريات كأس إفريقيا، ولكن اليوم مع مباريتين وديتين تراجع المنتخب الوطني المغربي ودخل الشك حول أنصار والنقاد الرياضيين المغاربة. لماذا؟ خاصة والمجموعة من لاعبي المنتخب الوطني المغربي بعد مباريات كأس العالم ذهبوا مباشرة إلى الدوريات الخليجية، وبالتالي ربطوا نتيجة المباراة اليوم أمام زامبيا بأداء اللاعبين مع أنديتهم في الخليج، وبالتالي قالوا هذا هو الأمر الواقع بالنسبة كان نفسهم إن هم يطلعوا في أوروبا يعني. لكن هناك كان نفسهم يطلعوا أوروبا أفضل يعني من الخليج. فعلا الجميع يتمنى أن يكون لديهم منتخب قوي على مستوى الأندية الأوروبية طبعا. هذا لا ننكر أن يوجد بعض اللاعبين الشباب كما يعلم الجميع، اللاعب الظهير الأيمن حاليا ولا الأيسر لاعب مزراوي لاعب أياكس، وكذلك حكيمي لاعب دورتموند، كذلك مجموعة من اللاعبين سيري في الدوري الإسباني. نعم، هناك لاعبين شباب، لكن هناك لاعبين في سن كما نقولوا سن الاعتزال، يعني بعد مباريات كاس افريقيا سيعتزل تقريبا 5 أو 4 لاعبين رسميين من المنتخب الوطني المغربي. طيب، كذلك المباراه ديال اليوم كان فيها استحواذ كلي للمنتخب المغربي، لكن هناك مشكل على مستوى الجبهه الاماميه، وبالتالي المنتخب المغربي يتواصل العقب الهجومي. طيب، خاصه مع المشكل اللي وقع مؤخرا رحيل حمد الله. هل بتعتقد ان رحيل حمد الله كان له دور في اللي بيحصل؟ يعني احنا سامعين ومتابعين الحقيقه كل الاراء اللي حضراتكم بتكتبوها في
معظم الصحف المغربية والمواقع المغربية. الناس منقسمة برضو على موضوع حمد الله ده، ولكن الأكثر ميال إن هو كان يكمل مع المنتخب الوطني المغربي. فعلا الجمهور كذلك المغربي انقسم في هذه النقطة بالذات. حمد الله هناك من يؤيد رحيله ويقول هناك تجمع على مستوى بعض العناصر المغربية لا تقبل بالجديد، خاصة لاعبي البطولة المغربية، وهناك من يقول بأن حمد الله كان مفروض أنه يفرض نفسه ويفرض نفسه كمهاجم أول للمنتخب الوطني المغربي. وبالتالي حتى أنا كناقد رياضي كمتتبع للشأن الرياضي كصحافي رياضي تمنيت لو بقاء حمد الله، وبالتالي يحمل المسؤولية لحمد الله التي غادر تربص المنتخب الوطني المغربي، لأن هناك لاعب قبله فرض نفسه مع المنتخب الوطني المغربي اللي هو نصيري. نصيري كان كل الجماهير المغربية تطالب برحيل نصيري وربطته بالأكاديمية محمد السادس، وقال أن هناك سمسرة ما بين مدير الأكاديمية والمنتخب الوطني المغربي، لكن في آخر المطاف تبين بأنه لاعب في المستوى العالي، خاصة مع الهدف الذي سجله على المنتخب الإسباني أمام أكبر دفاعات العالم راموس، طلع يعني بطلعة وضربت الكرة بالرسم منذ ذلك الحين. والجماهير المغربية الآن تطالب بالنصيري كرأس حربة، خاصة مع تواجد بوطيب الذي يشتغل كمهاجم لفريق نادي الزمالك المصري. الجماهير المغربية تقول أن اللاعب بوطيب تراجع مستواه، وبالتالي تطالب الآن بالنصيري على مستوى الجبهة الأمامية، وتطالب بحمد الله لو أنه بقي مع المنتخب المغربي ولم يرضخ لمحاربة التي يتعرض كما يقول هو داخل المنتخب الوطني، خاصة بعد الأسماء. ولا أظن أن هناك محاربة، لأن المنتخب هو منتخب الجميع، منتخب المغربي وليس منتخب لاعب أو لاعبين. صديق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذا الشرح الوافي لحالة المنتخب المغربي.